ميدانيا الصيان دخل يومه الثالث بطبيعة الحال، ما شاهدناه ما رصدناه في شوارع الخرطوم والخرطوم بحري، وكذلك ما أفدنا به عبر الهاتف من مدن سودانية مختلفة أن العصيان واسع، المحال في غالبها مغلقة، المدارس كذلك، الجامعات، المؤسسات الحكومية، يعني يبدو أن كما ذكر التقرير يعني جهات جديدة تنضم إلى هذا العصيان، والدعوات تتصاعد بطبيعة الحال لمليونيات 30 من أكتوبر طلبا ونشدانا للتحول المدني الديمقراطي، ورفضا طبعا لما تصفه قطاعات واسعة في الشعب السوداني بأنه انقلاب عسكري. الاتحاد الأفريقي كان قد علق كل أنشطة السودان في الاتحاد، البنك الدولي أوقف مساعداته أو جمد هذه المساعدات طبعا إلى حين، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، بريطانيا، سويسرا والنرويج كانت قد أعلنت في بيان مشترك على مواصلة الاعتراف بحمدوك وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. طبعا هذا برأي المراقبين يعني يشكل مأزقا دستوريا أمام الوضع الجديد، لأنه ليس بالإمكان ربما تشكيل حكومة جديدة برئاسة بخلاف رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، لأن الاعتراف العالمي من الواضح أنه يعني يصطف أو يقف إلى جانب حمدوك كرئيس وزراء شرعي للسودان.